جيش الاحتلال الصهيوني يصعد انتهاكاته في الضفة الغربية المحتلة تزامناً مع تمديد الهدنة في غزة ليومين إضافيين، مواصلاً سياسة الإعدامات والاقتحامات والاعتقالات في بلدات الضفة ومدنها. الطفل عمر أحمد جميل وهدان والشابان مالك ماجد عبد الفتاح دغرة وياسين عبد الله الأسمر قتلوا اليوم بيد الإجرام الصهيوني خلال اقتحام قوة الاحتلال كلا من رام الله وطوباس، فيما أصيب آخرون بجروح. اعتداءات طالت الطواقم الطبية حيث احتجزت قوات الاحتلال سيارة إسعاف في طوباس ومنعت وصولها إلى المصابين خلال اقتحامها المدينة. دموع وحزن في وداع شهداء الضفة، وزغاريد النساء علت لحظة وصول الجثامين إلى البيوت لإلقاء نظرة الوداع، وصدحت معها حناجر الأهل والأصدقاء بالتكبيرات. الاقتحامات والاعتقالات في الضفة ما زالت متواصلة رغم الهدنة، فقد أفرجت قوات الاحتلال عن العشرات من الفلسطينيين، لكنها في المقابل اعتقلت مئات الشبان والشابات منذ بدء العدوان على غزة، حيث اعتقل جيش الاحتلال الثلاثاء أكثر من 30 فلسطينيا من الضفة. الاحتلال الإسرائيلي يمارس عمليات الاعتقال منذ سنوات طويلة، وهي استراتيجية متواصلة لدى هذه المنظومة العسكرية والسياسية التي تسعى دائما الانقضاض على الحقوق الفلسطينية، ولعل قضية الاعتقال من أبرز السمات التي يمارسها الاحتلال بحق أبناء شعبنا الفلسطيني. منذ اليوم الأول للهدنة اعتقل الاحتلال ما يقارب 168 معتقلا فلسطينيا، ومنذ بداية هذا العدوان تجاوز عدد المعتقلين 3300 معتقل فلسطيني، وبالتالي هذه الاعتقالات يسعى الاحتلال من خلالها إلى الانقضاض على حقوق الشعب الفلسطيني، وهي كلها تأتي في سياق الانتقام. ما زال كيان الاحتلال تحت صدمة ما حدث في 7 أكتوبر الماضي، فهو يعيش حالة هستيريا وخوف كبيرين، ما جعله يقمع كل ما هو فلسطيني في الضفة في محاولة يائسة لإخماد شعلة المقاومة لدى الشعب الفلسطيني.